هند ان شاء الله. واخر خبر معانا النهارده هيكون عن الحدث الاعظم واللي بتتجه له كل انظار عشاق الساحره المستديره، وهو نهائي كاس العالم اللي هيتلعب على ملعب لوسيل ما بين منتخب الارجنتين وفرنسا، المنتخبين اللي بيتنافسوا على التتويج بالبطوله علشان تكون الثالث في تاريخ كل منهم. والحقيقه ان المنتخبين الارجنتيني وفرنسا قدموا مشوار قوي جدا في المونديال، وكلنا متوقعين مباراه صعبه وقويه جدا جدا، ودينا مستنيين نشوف مين هيكون بطل كاس العالم في نسخه قطر 2020. يعني تتوقعي مين يا هند ممكن يكسب؟ فرنسا فريق متكامل اكتر من الارجنتين، كل مركز فيه لعيبه 2 و3 بالظبط، فانا اتوقع كرويا فرنسا، بس بتمنى الارجنتين علشان ميسي. معاكي حق، انا برضو فنيا شايفه ان فرنسا عندها كل الامكانيات انها تحقق الفوز النهارده، بس اتمنى طبعا البرازيل، واعتقد ان في ناس كتير الارجنتين واعتقد ان في ناس كتير هتبقى متعاطفه جدا مع ميسي.